بمنتصف الليل تبدأ القصص. في ناس بتتحدث مع شخص بتحبهم والابتسامة ما بتفارق وجههم، وفي ناس بتتمزق اشتياقا لأشخاص أبعدتهم عنهم الحياة، وفي ناس بتبكي لشخص أصبح من المستحيل إنه يعود بيوم من الأيام، وفي منهم بينتظروا مكالمة من شخص تعبوا بإهمالهم، في منهم بيشعروا بالوحدة ومنهم ما بيشعروا بولا شيء إلا بخيبات الأمل بالحياة. ما تترك شخص محتاجك، فيمكن أنت آخر أمل إله بالحياة. كيف ممكن عبر عن الفرح وداخلي مملوء بالذكريات والزعل؟ فنحن حتى ما منا للألم نهاية، منتمسك بالزعل لوقت من الأوقات، فهو مادة بتنتشر من المعدة حتى الدماغ. فالحياة أصغر من أنه نضيعها بزعل طويل ما إله نهاية. الخوف شعوري بيقتل إذا تملكنا بكل شيء، سلبي بكتير من الأوقات، بس بيخلينا كمان نتجنب أنه نوقع بالمخاطر والمشاكل، فهو أسوأ مستشار للإنسان، فبيسبب العمى، وهو ما بيمنع من الموت لكن بيمنع من الحياة. فالخوف وليد الجهل، إذا جهلت شيء رح تخافه. أحلى الانتصارات هي انتصار الإنسان على قلبه. كل ما تعصب بتكون عم بتسمم جسمك. بعرف إنه ساعة الغضب ما إلها مهرب، فهو جنون كتير قصير، بس عقاب الغضب أخطر بكتير من أسبابه، فتغلبك عليه هو انتصار على أكبر عدو. بين الماضي والحاضر والمستقبل عنا كتير قصص مرقت بحياتنا نفكر فيها، من هالأوقات الحزينة منحس فيها، ومن هالأيام الحلوة اللي مرينا فيها. بس من بعد تفكير كتير بيطلع أنه تألمنا فتعلمنا لحتى تغيرنا. حياة وروح الإنسان بابتسامته، فالابتسامة أمر عجيب كتير. إذا رسمتها لحبيب بيشعر بالراحة، وإذا رسمتها لعدو بيشعر بالندم، وإذا رسمتها لأشخاص مجهولين بتصير صداقة لك، وإذا رسمتها إلك زدت قوة ونشاط. فالابتسامة هي اللغة اللي ما بتحتاج ترجمة، والابتسامة هي أنت، والسعادة هي روحك. أنا ما جاي أعطي دروس ولا جاي أجبر حدا على شيء، بس كلمة واحدة، الابتسامة. الابتسامة هي مفتاح الأول لكل القلوب المسكرة، والوجه المبتسم والضحوك هو الشمس التانية بالحياة.